أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي ناضجون تماما. أود أن أجرب. هيا أعطني دورا. إنه دور فراني الآن. أيمكننا فراني؟ يسمح فقط للبالغين. نعم، هذا ليس آمنا، أنت صغيرة جدا. حسنا، أنا لست طفلة صغيرة، الحقيقة أنني كبيرة. عمل جيد، ألم تستمع إلينا؟ إنها للكبار فقط. ماذا؟ أنا كبيرة إذن. هل هذا صحيح؟ سنرى بهذا الشأن الآن. والآن أقدم لكم جهاز آلية تشغيل للكبار، مختبر الكبار. قفي هنا فراني. حسناً، حين تصبحين كبيرة بحجم هذا الخط هنا، حينها ستكونين ناضجة. لكن فراني، ريثما تصبحين كبيرة هكذا، عليك أن تفعلي ما نقوله لك. لأن البالغين يعرفون كل شيء، مثلاً أنه عليك تناول الخضروات وعدم القيادة بحركات خطرة. الاستماع إلى البالغين. حسناً، لدي فكرة. أعطياني دوراً يا صديقي. فراني، تحدثنا بهذا الشأن، أنت صغيرة. هل أنا كذلك؟ لقد كبرت قليلاً. يا إلهي، إنهن يكبرن بسرعة. والآن بما أنني أصبحت ناضجة رسمياً، يمكنني فعل أي شيء. انظر إليها. ستحصل على المنصة هذه، لأنني يا بيورن لدي خطة الناضجين القصوى. انظر، هذا هو منعطف النهر، إنه المكان المثالي لنبني جهاز القفز خاصتنا. سنبدأ من الأعلى بانزلاق طويل، ومن ثم نقفز إلى الماء. ثم ماذا؟ تسقط في الماء؟ لا نسقط، نتوازن بمقدرتنا الفطرية. استمع إلي، كناضجة حقيقية ورسمية أمنع هذا، إن هذا خطير جدا. ما الذي يجعلك تظنين أنك زعيمتنا؟ نحن بنفس طولك. حقا؟ حسناً أيها الصبية، اعذروني لدقيقة، سأعود حالاً. يا رفاق، يبدو أنني أكبر منكم قليلاً. باكي، ما الذي يحدث؟ صراحة، أنا لا أعرف. حسناً، يكفي حديثاً، إنه وقت القيلولة، حان وقت النوم. أغلقوا أعينكم الصغيرة واذهبوا للنوم. لا ترقدا. أنهيا أعمالكما. إنه وقت الواجبات المنزلية. ممنوع تناول الحلويات والمشروبات الغازية مضرة بالأسنان. إنه ليس وقت كرة القدم. التسلق خطير جدا، يجب أن تستمع دائما إلى من هم أكبر منك. هل أنا الوحيد الذي تعب من الاستماع إلى من هو أكبر منه؟ نعم، أنا مثلك تماما، لكن لدي فكرة. لا 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 لا. يا ويلي، من الرائع أن تكون ناضجاً، صحيح أرسطو؟ بالتأكيد فراني. مرحباً، ألا يجب عليك أن تضعي ألعابك جانباً؟ لماذا؟ أنا أحبهم. لكنك ناضجة الآن يا فراني، والناضجون لا يلعبون بالدمى أبداً. حقاً؟ قطعة أو اثنتين من الحلوى. نعم، بالطبع أريد. لا، كنت أتحدث مع باكي، أنت لا يمكنك أكلها، الناضجون لا يأكلون الحلوى. هذا ليس عدلاً. هذا صحيح فراني، سأطلب منك شيئاً ما.
ثمة مصباح ضوء في بيتي يحتاج للتبديل، لكن المكان مخيف ومظلم، هلا غيرته لي؟ لا، أنا حقاً أخاف من الظلام. هذا ليس منطقياً، لقد أصبحت ناضجة الآن. لا، لقد تعبت فعلاً من كوني ناضجة. انظرا، عدت صغيرة فجأة. حان دوركما لتكونا بالغين. يمكنك تغيير مصباحك في الظلام المخيف، وأنا سأستعيد ألعابي والحلوى. حسناً، لنذهب لبناء جهاز القفز الخطر على النهر الآن. هل يمكنني المجيء؟ هل ستحاولين إقناعنا والحديث بنضج معنا؟ لا. حسناً، إذاً تعالي. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة.